نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. ميدانيا، واصل الجيش السوري تقدمه في ريف دمشق، حيث تم تطهير النصف الجنوب الغربي لجوبر التي تشكل بعدا استراتيجيا للمسلحين ومحطة للتنقل من وإلى أطراف الغوطة، كما تعد نقطة للتسلل إلى العاصمة دمشق. مراسلة العالم رافقت الجيش خلال عملية التطهير وأعدت التقرير التالي. وصلنا جوبر، وزعت المهام وبدأت العملية. خطوط تماس مباشرة، قناصون ينشرون رصاصهم بكثافة، ومسلحون متمركزون في المقرات المقابلة تفصلنا عنهم مسافة لا تزيد عن 50 مترا. هذا جزء من الاشتباكات الدائرة بين قوات الدفاع الوطني والجيش والمسلحين، متمركزين على بعدنا ب50 متر تقريبا. المسالخ، الأفران، المواصلات، المدارس، كتيبة الموسيقى، معامل الصابون، دوار المناشر وغيرها، أسماء مناطق أصبحت تحت سيطرة الجيش ووحدات الدفاع الوطني الذي أنجز 50% من مهمته، وفي انتظار الباقي في الأيام القادمة. نحن الآن في عمق جوبر، تلك هي منطقة المدارس وخلفنا كتيبة الموسيقى. تمكن الجيش من السيطرة عليها وما زالت الاشتباكات مستمرة حتى الآن لاستكمال المنطقة المتبقية. المنطقة كلها بيوت عربية، وهون نحن هلا بإيدنا المدارس، وصلنا عند سرية الموسيقى، على يميننا الأفران والمواصلات كلها تحت سيطرتنا. غرباء الشام، لواء التوحيد، أحرار جوبر، كلها أسماء لمجموعات مسلحة تنتمي إلى جبهة النصرة، كانت تتمركز في هذا المكان، وما تبقى جثث قتلاهم التي قاموا بحرقها بغية عدم التعرف عليها. هذه أحد جثث المسلحين التي قاموا بحرقها من أجل عدم التعرف على جنسياتهم، طبعا هم مسلحين من جبهة النصرة. جوبر استراتيجيا يعتبرها المسلحون محطة لهم للتنقل من أطراف الغوطة، والنقطة الغير مكشوفة للتسلل إلى العاصمة دمشق. تم تنظيف نصفها الجنوبي الغربي، وفي الأيام القادمة ستتركز الاشتباكات في الشمال والشرق منها على عدة محاور. من جوبر، دارين فضل، العالم. مصدر مسؤول يؤكد أن وحدات عسكرية أعادت الأمن والاستقرار إلى معمل الصابون والمواصلات وثكنة الموسيقى والمسالخ والأفران ودوار البولمن وسيريتيل ومحيطها و75% من دوار المناشر في حي جوبر بريف دمشق. وأضاف المصدر أنه تم القضاء على آخر التجمعات الإرهابيين في معظم مناطق حي جوبر وتدمير أسلحتهم وذخيرتهم ومعداتهم. أبرز التطورات الميدانية على ساحة السورية في المتابعة التالية. في مدينة حمص أحرزت وحدات عسكرية تقدما كبيرا في ملاحقتها للمجموعات الإرهابية المسلحة بحي باب هود، وأحكمت سيطرتها على عدد من الأبنية في الحي. هذا وتم إيقاع أعداد من الإرهابيين قتلى ومصابين كانوا يتحصنون داخل الأبنية غربي جامع عبد الله بن مسعود، ويستخدمونها كأوكار لتخزين أسلحتهم وذخيرتهم واستهداف المواطنين والأهالي. وأضافت مراسلة قناة سما الفضائية أن وحدة عسكرية دمرت وكرا لمتزعمي المجموعات الإرهابية في حي البلدية ببلدة الحصن بريف تلكلخ، وأوقعت من فيه قتلى. من جهة أخرى، وفي إطار استهدافهم للمؤسسات الخدمية والبنى التحتية، أطلق إرهابيون قذائف هاون الليلة الماضية على مبنى مؤلف من 7 طوابق في حي باب هود بمدينة حمص، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة في الطوابق 4 العليا منه. في هذه الأثناء، واصلت وحدات عسكرية عملياتها ضد أوكار إرهابي جبهة النصرة وتجمعاتهم في عدد من أحياء حلب وبلداتها، وتصدت لمحاولتهم الاعتداء على السجن المركزي وأوقعت قتلى ومصابين في صفوفهم.
وقد تم تدمير أوكار للإرهابيين قرب معمل البيرة، كانوا يعدون للاعتداء على مستشفى الكندي والقضاء على العديد منهم، في حين تصدت وحدات من جيشنا الباسل لمحاولة إرهابيين تابعين لجبهة النصرة للاعتداء على السجن المركزي، وأوقعت معظمهم قتلى غرب معمل السيف ومطعم البلاكة ومبنى الزراعة في محيط السجن. وعن ريف دمشق، وللمزيد حول التطورات الميدانية في الساعات 24 الماضية فيه، معنا عبر الهاتف موفدنا حيدر مصطفى. حيدر، ماذا لديك عن ريف دمشق؟ مساء الخير نزار لك ولكل مشاهدي سما الفضائية. العمليات العسكرية مستمرة لتأتي بأخبار الانتصارات دوما من ريف دمشق، حيث تستمر العمليات في المحاور الشمالية والشمالية الغربية والشرقية والجنوبية. وفي صدارة أخبارنا لهذا اليوم من جوبر، حيث أعادت اليوم وحدات التقدم والتأمين في الجيش العربي السوري السيطرة والاستقرار على معمل الصابون ومحيط سكنة الموسيقى والمسالخ والأفران ودوار البولمان وسيرياتيل ومناطق واسعة بنسبة 75% في محيط دوار المناشر. وفي هذه العمليات في حي جوبر تم القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين في معظم مناطق الحي وتدمير أسلحتهم وذخيرتهم ومعداتهم. نزار، من جوبر ننتقل إلى برزة، حيث واصل عناصر الجيش العربي السوري ملاحقتهم للإرهابيين والاشتباك معهم، أردى عددا منهم قتلى، كما تم تدمير أسلحة وعتادا كان بحوزتهم، ومن بين قتلاهم محمد قناص. إلى الشمال من الريف الدمشقي أيضا، حيث تم تدمير رشاش ثقيل في ضربة نارية مباغتة لوحدة من وحدات الجيش العربي السوري ضد مكان كانت تتمركز به مجموعة إرهابية مسلحة في عدر البلد. هذه الضربة أيضا أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين بينهم قناص. إلى دوما، حيث تم تدمير مخزن للأسلحة والذخيرة كان يستخدمه الإرهابيين شرق دوار الجرة في دوما، وضربات عناصر الجيش العربي السوري أردت متزعمهم رضوان محروس وعددا من أفراد مجموعته قتلى. ننتقل إلى الريف الشمالي الغربي لمدينة دمشق، حيث لحقت وحدة من وحدات الجيش العربي السوري عناصر إرهابية وأوقعت عددا من أفرادها قتلى ومصابين في حي عين جابر وقرب معمل الثلج في مدينة الزغداني، من بينهم علي علاء الدين وعاصم الخوص. ننتقل إلى الريف الجنوبي، حيث العمليات مستمرة في قطاع الزيابية وحجيرة، وضربات نارية للجيش العربي السوري أسفرت عن تدمير وكرا بما فيه من أسلحة وذخيرة، وأوقعت أفراد مجموعة إرهابية بين قتيل ومصاب في حجيرة، من بينهم الإرهابي الليبي الطاهر الليبي ونضال السعدي ومحمد المشتولي، في حين دمرت رشاشا ثقيلا وتجمعا للإرهابيين في بلدة الزيابية، ومن بين القتلى سفيان الفهيد وعبد المحشي. إلى ذلك، اشتبكت وحدات من الجيش العربي السوري مع مجموعات إرهابية في عدة محاور من مدينة دارية، ما أدى إلى مقتل عدد من أفرادها وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخيرة، ومن القتلى محمد كربوج ومحمد رفاعي، بينما لاحقت وحدات أخرى أفراد مجموعات إرهابية في خان الشيخ والمزارع المحيطة بها وشارع الزهور في منطقة سكيك وبيت جن، ودمرت أوقاتهم وأسلحتهم وعتادهم. نعم، شكرا لك حيدر المصطفى، موفد قناة سماء إلى ريف دمشق. ميدانيا، أعادت قواتنا الباسلة الأمن والاستقرار إلى معظم مناطق جوبر بدمشق، وهي المواصلات وثكنة الموسيقى والمسالخ والأفران ومعمل الصابون ودوار البولمان وسيرياتيل ومحيطها و75% من دوار المناشر، بعد أن قضت على العديد من أفراد المجموعات الإرهابية ودمرت أسلحتها ومعداتها. وقضت وحدات من جيشنا الباسل على أعداد من الإرهابيين في برزة وعدر البلد ودوما والزبداني بريف دمشق ودمرت أسلحتهم، عرف منهم محمد قناص ورضوان محروس وعلي علاء الدين وعاصم الخوص. ودمر جيشنا الباسل أوكارا الإرهابيين في حجيرة والديابية ودارية وخان الشيح وبيت جن بريف دمشق، وقضى على أعداد منهم، عرف من بينهم الإرهابي الليبي الطاهر الليبي ونضال السعدي ومحمد المشتولي وعبد المحشي ومحمد كربوج ومحمد رفاعي. وأحرز جيشنا الباسل تقدما كبيرا في ملاحقته المجموعات الإرهابية المسلحة بحي باب هود، وأحكم سيطرته على عدد من الأبنية في الحي.
وأوقع جنودنا البواسل أعدادا من الإرهابيين قتلى ومصابين كانوا يتحصنون داخل الأبنية غربية جامع عبد الله بن مسعود، ويستخدمونها أوكارا لتخزين أسلحتهم وذخيرتهم واستهداف المواطنين والأهالي. ودمر جيشنا الباسل وكرا لمتزعمي المجموعات الإرهابية في حي البلدية ببلدة الحصن بريف تل كلخ، وأوقع من فيه مصابين وقتلى. تحت عنوان سماحة الإسلام وفتنة التكفير، اتحاد علماء بلاد الشام يعقد مؤتمره العلمانية الدولية في بيروت. والعلماء يؤكدون أن التكفير ليس له أصل شرعي، ويهدف لتمزيق الأمة وإضعافها من أجل عدم العودة إلى فلسطين. درءا لخطر فتنة التكفير التي تتعرض لها الأمة الإسلامية، وانطلاقا من قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أقام اتحاد علماء بلاد الشام مؤتمره العلمائي الدولي في بيروت تحت عنوان سماحة الإسلام وفتنة التكفير. بدأت الجلسة الافتتاحية بعرض موجز عن شهيد المنبر والمحراب العلامة محمد سعيد رمضان البوطي، تلاه كلمة للدكتور محمد توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام، أكد فيها أن الفتاوى التي تكفر بعض فئات المسلمين وتبيح دماءهم لا تستند إلى أي أصل شرعي، وجاءت تلبية لأحقاد شخصية. لقد صدرت فتاوى خلال هذه الفترة الحرجة تتضمن تكفير فئات من المسلمين قد يخالفوننا في بعض المسائل، وتتضمن هذه الفتاوى الحض على مقاتلتهم، بل تتضمن مقاتلة كل من يخالف أصحاب هذه الفتاوى في مواقفهم. أباحوا بذلك دماء الأمة وأججوا فتنة عمياء بين المسلمين. هذه الفتاوى لا تستند إلى أي أصل شرعي، بل جاءت تلبية لأحقاد لا تتفق مع روح ديننا ومبادئ شريعتنا. إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. إن الدعوة إلى مقاتلة المسلم بهذه الصورة المجازفة هي دعوة تحمل في طياتها مخاطر لن ينجو منها من أصدروها، والموقف بين يدي الله خطير. هل وضع الجميع في أعينهم أن أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة إنما هو الدماء؟ الدكتور أحمد بدر الدين حسون المفتي العام للجمهورية خاطب التكفيريين في كلمته قائلا: أنتم الذين أضعفتم الإسلام والأمة، وأن معركتكم هي ضد الجيش العربي السوري الذي كان السبب في انتصار المقاومة وثباتها ضد إسرائيل. منذ 100 سنة أيها الأحبة، جدي وجدكم يخرج من إنطاكية إلى غزة لا يخرج بطاقة هوية، لأنه لا زال في الشام، لا زال في سوريا، سوريا الكبرى، بلاد الشام المباركة، أرض التين والزيتون. وتكالب الناس على الشام فمزقوها دولا 4: سوريا ولبنان وفلسطين وشرقي الأردن. ونحن عائلة واحدة ارتضتنا السماء لكل الرسالات، وفي أرضنا دفن أنبياء وعرج منها أنبياء إلى السماء. هذه أرضنا، فإن سألتم لما يتكالب الناس اليوم عليها فاعرفوا أنها خوف من أنواركم وقوتكم. لماذا يجلبون العالم اليوم ليطفئ نور بلاد الشام؟ واليوم رأوا أن جيش سوريا هو السبب في نصرة المقاومة في غزة وفي جنوب لبنان وفي ثبات المقاومة الفلسطينية. أقولها لمن بدأوا بتدمير الجيش منذ 2 حتى الآن. المعركة على الجيش السوري لا على الحكومة السورية. اسمعوا يا عرب، اسمعوا أيها المجاهدون،
اسمعوا يا إخوتنا في حماس ماذا قال رئيس وزراء مسلم، وسيأتي اليوم لنكشف الأسماء. قال وقد وضع يده على كتف الوزير: قل للرئيس بشار الأسد يتخلى عن المقاومة، تقف المعركة في سوريا فورا. باسمكم ائذنوا لي أن أدعو كل اتحادات علماء المسلمين في الدنيا وأزهرنا ورابطة العالم الإسلامي، أدعوهم لعقد اجتماع سريع في دمشق لا في جنيف، وليكن الصلح على أيديكم، ولتكونوا أنتم من تصلحون بين الناس، بين الحاكم والمحكوم، بين الشعب والحكومة. لنذهب إلى مصر، إلى ليبيا التي أبكي على رجالها كيف يقتل بعضهم بعضا، إلى الصومال الذي نسيناه وأبناؤه يموتون من الجوع وهو أغنى من أغنى البلاد، إلى أفغانستان أرض الطهر ومن نشرت الإسلام وهناك الحرب دائرة، إلى تلك البلاد التي ذبحوها باسم إسلام جديد لا يرتضي أن يجلس لحوار أو نقاش أو كلمة حب. فالذي يقول أن الإسلام في الشام غاب، أقول له: كذب، فرسول الله هو القائل، رسول الله هو القائل: عمود الإسلام في الشام، وسيبقى عمودها لكل أبنائها وإن تنوعوا في مذاهبهم وشرائعهم وأهوائهم، سيكون الإسلام هو الرحمة التي تجمع بينهم. رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد علماء بلاد الشام الشيخ حسان عبد الله أوضح أن التكفير لا يفرق بين مسلم ومسلم فقط، وإنما يكفر كل المغايرين له حتى من حيث الشكل. وفي إشارة إلى دعوة مفتي الناتو القرضاوي الشعب المصري إلى عدم الخروج على مرسي والإخوان، أكد الشيخ عبد الله أن بعض الذين كانوا يدعون إلى التظاهر تحت اسم الربيع العربي باتوا اليوم يدعون إلى قتل المتظاهرين بحجة عدم جواز الخروج على الحاكم. وبينما شدد مفتي أستراليا وممثل علمائها الشيخ تاج الدين الهلالي أن الأولى بمن يدعو إلى تكفير المسلمين أن يتوجه إلى فلسطين لتحريرها بدلا من تدمير سوريا والعراق، من أراد أن يحظى بجنة يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويحظى بالحور العين هلم بنا لننشئ جيشا، جيش التحرير، جيش فلسطين، جيش ثقافة العزة، من أجل أن نوجه جميع الطاقات من أجل تحرير أرضنا وعرضنا ومقدساتنا وقبلتنا الأولى. أكد آية الله الشيخ محمد علي التسخيري ممثل وفد علماء إيران أن القرآن الكريم بين في رفض فكرة التكفير، وأن التكفير ضد الوحدة والتعقل. إذا أصابت قوما أفسدته، إذا جاءت حتى في العبادة حولتها من طريق إلى حجاب، حالة الإفراط، حالة التطرف، زد عليها الأهداف السياسية القاتلة. الأهداف السياسية إذا تدخلت حركت الكثير من العلماء واشترت ضمائرهم لكي تحقق أهدافها. إننا نقول بصراحة حالة التكفير اتسعت بعدما انتصر حزب الله المقاوم على العدو الصهيوني وأرغم أنفه في التراب، واتسعت أيضا عندما انتصرت جيوش سوريا الحبيبة على فلول المتطرفين في القصير.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال إن التكفيريين يخربون الأمة من الداخل ليسهلوا على أعداء الأمة إخضاعها، ويعملون بإرادة دولية ماكرة لتدمير سوريا المقاومة والموقع الاستراتيجي. كما شددت كلمات الشيخ مهدي الصميضعي ممثل وفد علماء العراق والدكتور جعفر عبد السلام الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية والشيخ عبد الله كتمتو ممثل وفد علماء فلسطين والشيخ ماهر حمود إمام مسجد القدس في صيدا والشيخ كامل سميع الله مفتي جمهورية تتارستان أن التكفير ثقافة غريبة عن الدين الإسلامي ويجب العمل على محوها لأنها السبب الرئيس في الكوارث التي تحدث في العالم الإسلامي. تستمر في مدينة حمص فعاليات المؤتمر القومي للشباب العربي المنعقد تحت عنوان سوريا لكل العرب وكل العرب لسوريا والجميع لفلسطين، وذلك بمشاركة وفود من مختلف الدول العربية. ما زالت فعاليات المؤتمر القومي للشباب العربي تحت عنوان سوريا لكل العرب وكل العرب لسوريا والجميع لفلسطين مستمرة لليوم الثاني على التوالي. المشاركون في المؤتمر أكدوا أن إعادة إحياء الأمة بفكرها القومي ليست فكرة مستحيلة وليست صعبة، ويجب جمع وتأطير حالات شعبية في كل الساحات للتركيز على الهدف للوصول لحالة شبيبية قادرة على التأثير في المجتمعات، وذلك لوضع حالة الأمة في سياقها الصحيح. المؤتمر الأول هو قرار الشباب العربي اللي اجتمع هون، اللي وقف مثل ما سمعنا بكلامهم كي يقفوا مع أبنائهم مع أهلهم مع أنفسهم، وقفوا مع سوريا، وما نتائج المؤتمر هم سيحددوه. الشباب العربي عليه مسؤولية كبيرة في إعادة الطرح المقاوم على الساحة العربية بعد أن عبست كثيرا رياح الفتن والتفتيت والانقسام بالوعي العربي. بيان الانتصارات الجيش العربي السوري والحمد لله، يعني من القصير إلى الخالدية الأيام السابقة وإلى حمص إلى كل سوريا بإذن الله، ثم سنبني معا مشروع الوحدة، مشروع الأمة العربية ابتداء من سوريا بإذن الله، مشروع النصر. أردنا بحضورنا خاصة كوافد فلسطيني في سوريا، سوريا العروبة، سوريا المقاومة، أن نؤكد أننا نحن كفلسطينيين الذين حوربنا من أغلب الأنظمة العربية التي تتآمر اليوم على سوريا سنقف ونبقى واقفين مع النظام المقاوم في سوريا الذي يمثل شعبه، والذي لو لم يكن كذلك لما كان صمد ضد المؤامرات التي تحاك ضده من كل أصقاع الدنيا لأكثر من سنتين، وسيبقى واقفا بإذن الله. المشاركون أوصلوا رسالة مفادها أن كافة الأنظمة العميلة في الدول العربية لا تمثل إرادة الشباب العربي، وهذه المشاركة أكبر رد على من يسمون أنفسهم أصدقاء سوريا. الوفود المشاركة في المؤتمر القومي للشباب العربي تقوم بزيارة العديد من أحياء حمص والتي عاث فيها الإرهابيون خرابا وتدميرا. المشاركون يتفقون على تشكيل لجان عمل إعلامية لفضح تعاطي القنوات الشريكة في سفك الدم السوري، وتشكيل لجنة مهمتها فضح إجرام الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين والشعوب العربية ومواجهة القوى الرجعية الداخلية والخارجية. لليوم الثاني على التوالي تقام فعاليات المؤتمر القومي للشباب العربي وتحت عنوان ماذا بعد النصر؟ أقيمت ورشة عمل طرح فيها أعضاء الوفد أفكارا ومقترحات لتكون في مسودة عمل ليخلص عنها برنامج عمل للمؤتمر لمساعدة سوريا لتعود أقوى مما كانت عليه. طرحنا عدة أفكار، كان في أفكار عن برلمان عربي، عن صفحات فيسبوك نضل نتواصل فيها لتشكيل أطر على نهج المقاومة والممانعة وعلى نهج القومية العربية. قدمنا مشروع مؤلف من عدة نقاط. النقطة الأولى التي تتمثل بتوحيد اللجان الشعبية العربية على امتداد الوطن العربي الداعمة لصمود سوريا. النقطة الثانية تشكيل لجنة شعبية عربية بعدما سقطت جامعة الذل العربية التي تحولت لتمرير أجندات العدو الصهيوني باستهدافها لسوريا
وتشكيل برلمان شبابي عربي بعدما انحرف البرلمان العربي عن مساره. طرحنا أفكار عديدة، منها تأسيس جبهة أو نادي اسمه جبهة الشباب القومي العربي بعد ما اتفقنا على المسمى، بس ضمن إطار الشباب القومي العربي نعمل إطار جامع يجمع كل القوميين العرب بالأمة تحت قيادة سوريا، لأنه سوريا اليوم هي اللي عم توقف وهي اللي عم تدافع عننا كلنا. كما قام الوفد بزيارة لمدينة القصير وشهد حجم الدمار والخراب الذي لحق بالمدينة على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة، كما التقى الوفد بعض الأهالي هناك ورأى كيف أن المدينة بدأت تستعيد الحياة تدريجيا. طبعا هذه هي إنجازاتهم عبر التاريخ، هؤلاء الإرهابيين الحاقدين المحملين بأوهام الصحراء وأحقادها، هذه الحركة الوهابية هذه هي إنجازاتها، لم تقدم إلا الهدم والدمار لهذه الأمة. سوريا ستنتصر بإذن الله، رغم كل هذا الخراب ستعيد بناء نفسها، لأننا واثقون كعرب بأن سوريا هي رمز الأمة العربية. هنا كي نشاهد هذا الانتصار العظيم في فترة وجيزة، والحمد لله هناك انتصار عظيم جدا يشهد تعتيم إعلامي من قنوات العهر كقناة الخنزيرة وقناة العبرية. الله محيي الجيش العربي السوري. قمنا بجولات عديدة كانت أهمها يوم أمس إلى باب عمرو، والأهم أيضا اليوم مدينة القصير، لا سيما وأننا نسمع بهذه المدن بشكل كبير جدا ومكثف في وسائل الإعلام والتضليل الإعلامي الممنهج حول القضية السورية وحول ما تعرض له سوريا. تستمر لليوم الثاني فعاليات المؤتمر القومي للشباب العربي، وذلك من خلال إقامة ورشات العمل ومناقشة المقترحات والأفكار وزيارة لبعض المناطق في المدينة. كانت معكم لأخبار التلفزيون نور والنوس من أقيم في كنيسة مار يوسف للروم الكاثوليك في منطقة لدويلعة بدمشق قداس احتفالي لمناسبة مرور أسبوع على استشهاد الشاب حسام السرحان، وتكريما للشهداء وتضحياتهم التي قدموها في سبيل عزة الوطن وكرامته. في كل مرة يعود ويقف التاريخ في سوريا، فهي أم العريس تربيه لتزفه إلى الأرض بهيا مشرقا كريما شجاعا، ينام في حضنها ويسكن قلبها مطمئنا بعد أن يهدي زهرة للواقفين على تاريخه، تقول لهم إن الوطن هو الأغلى وهو الذي يستحق التضحيات. هذه كانت كلمات أهل الشهيد حسام السرحان في القداس الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة مار يوسف للروم الكاثوليك بدمشق لمناسبة مرور أسبوع على استشهاده. أنا ابني راح شهيد وأنا ماني زعلان، شهيد الوطن ما بينزعل عليه، نحن سوريين نظل منحافظ على أرضنا وعلى تراثنا وعلى أي شيء تجاه، نحن منفدي الوطن بالدم بكل أي شيء نقدر نفديه منفدي. نعم خسرته بس الوطن غالي علي، هو مثل الوطن يا خي غالي علي، حسام غالي والوطن أغلى بعد، يعني روحي كنا للوطن يا خي. سوريا هي أرض أمجاد العرب مكللة بالشهداء الأبرار، وأخي هو واحد منهم. تركوا أحلامهم ليكبر الحلم بالوطن، وغادروا الحياة ليحيا الوطن، وبذلوا الدم ليحموا أبناء الوطن. هم الشهداء خير الأبناء وأشجع الآباء، اغتنموا شبابهم وقرروا ألا يهرموا لتبقى ذكراهم شابة على مر الأيام والعصور، تعطي المثل للقادمين بعدهم وتزيدهم إيمانا بالتضحية، لأن الوطن غال ويحتاج لمن يحرس أحلام أبنائه. نطلب من الله العلي القدير أن يضع يده على سوريا ويحميها من كل شر وأذى، وأن تتجاوز هذه المحنة بكل محبة، وأن تحافظ على وحدة أهلها وشعبها وأرضها، ونترحم على أرواح جميع شهداء الوطن من مدنيين وعسكريين، ونترحم على روح الشهيد حسام. بحى صوت الدماء طلبا من حريتهم، على مذبح الحرية سالت دماء صديقنا الغالي على قلوبنا جميعا حسام شكري سرحان. حسام كان من بين أحبتنا اللي كانت دماؤهم ما زالت على جدران الذاكرة. حسام هو رمز للشهادة كان بسوريا، ومش بس حسام، كلياتنا احنا بسوريا يعني مأمنين بالقضية ومأمنين بالانتصار اللي حيصير. في ربيع الشهداء تجدد سوريا نفسها، تطلق أزهارها لتملأ الأرجاء عطرا،
وتهدي لشقائق النعمان مزيدا من الاحمرار والروعة، وتمضي مواكب الشهداء لتبشر بموسم الخير والأمان والاستقرار، وتعود موسيقى الوطن لتعزف لحني الشهيد والوداع، لتبقى سوريا عظيمة باسلة دائما، حكاية أسطورية تصعب قراءة التاريخ دون المرور على صفحاتها وأهلها. والآن إلى حلب. قدم محافظ المدينة وعدد من المعنيين التعازي لأسرة الشهيد الأب فرانسوا مراد الذي انضم لقوافل شهداء الوطن بعد أن اغتالته مجموعة إرهابية مسلحة حين هاجمت دير اللاتين في قرية الغسانية التابعة لمنطقة جسر الشغور في محافظة إدلب. الأب فرانسوا مراد شهيد سوريا انضم إلى قوافل شهداء الوطن بعد أن اغتالته مجموعة إرهابية مسلحة حين هاجمت دير اللاتين في قرية الغسانية التابعة لمنطقة جسر الشغور في محافظة إدلب. محافظ حلب محمد وحيد عقاد وعدد من المعنيين في المحافظة قدموا التعازي لأسرة الشهيد في كنيسة الصليب للأرمن الكاثوليك، مشيرين إلى أن استهداف العصابات المجرمة للأب مراد يأتي في إطار المخطط الذي تنفذه هذه العصابات الإرهابية واستهدافها للكفاءات الوطنية ورجال العلم والدين الإسلامي والمسيحي. أسرة الشهيد وأصدقاؤه أعربوا عن اعتزازهم بشهادة الأب فرانسوا وبإيمانهم بنصر الوطن السوري على حرب جند لها آلاف المرتزقة التكفيريين من كل بقاع العالم لنشر الخراب والدمار والقتل في سوريا المقاومة. ما فيني أقول غير الله كبير والله شايف، وإن شاء الله ربنا هيك بيحرق قلب كل أم من أمهاتهم مثل ما حرقوا قلبنا، بس ما فيني أقول غير هيك. هاي مؤامرة كبيرة تستهدف الوطن ككل، تستهدف وجودنا ككل، مو بس الغساني وأبونا فرانسوا وحلا، عم تستهدف وجودنا ككياننا كبلد كسوريا. كان أب روحي، أب مخلص لهالبلد، أب متواضع، أب بريد الخير، بريد السلام، بريد الأمان، استهدف من قبل مجموعة مسلحة من أوغاد. كثيرون هم شهداء سوريا من مدنيين وعسكريين، واليوم على كل شبر من الأراضي السورية يؤكد السوريون على تلاحمهم ووقوفهم مع رجال الجيش العربي السوري في تحقيق النصر على جحافل الإرهاب الدولي ومن خلفهم أعداء الأمة العربية. في محافظة السويداء أثمرت جهود المصالحة الوطنية بالتعاون مع الجهات المختصة عن تحرير أحد الأشخاص بعد أن اختطفته المجموعات الإرهابية المسلحة. زغاريد ودموع وعواطف جياشة، وأم أحرق قلبها الانتظار الطويل والثقيل بعد أن وقع ابنها ضحية الاختطاف، لتثمر الجهود الحثيثة والكثيفة للجان المصالحة الشعبية بعودته سالما إلى بيته وعائلته بعد شهور من العذاب، ليعم الفرح بين أهله وذويه ولتكتب له ولادة جديدة. كان للجان المصالحة الشعبية اليد الطولة في تحريره وتحرير الكثير من السوريين الذين وقعوا ضحية الإرهاب. عن طريق الشام تم اختطافي عن الطريق الرئيسي، أما من ساعة اللي وقفنا كانوا مطمشين عني، لساعة اللي انتركت بعرفش بأي ديري لوين أخذونا لوين جبونا. أنا بتشكر كل من ساهم بإطلاق سراحي من جميع فئات شاركت بهالموضوع. الشكر للي يستاهم بيطلعوا فارس اليمي، والله اللي قشانا عليك نظيم، والله ينصر هالشعب كله من هالظلمة. أهالي قرية الرحى بيوجهوا بطاقة شكر لفريق للجنة المصالحة الوطنية في محافظة السويداء على الجهود المبذولة والمتاعب اللي عم تتحملوها من أجل إطلاق سراح أولادنا المخطوفين من قبل العصابات المجرمة اللي عم تعبث بأمن هذا الوطن. أي واحد من هذا الوطن بيقدم أي خير للبلد هو من المصالحة الوطنية. المصالحة الوطنية أبناء الشعب وأبناء هذا البلد، وما لهمش فضل على حدا،
فضل على نفسهم، عم يخدموا بلدهم، عم يخدموا انفسهم، عم يخدموا بكافحوا الارهاب اللي دخل هذا البلد. كل الشكر لهذه الابناء المحافظه اللي واعيين وما يعني ما اخترق حدا من لا ارهابيين لا جماعه دفعوا مصاري. فالشعب السوري كان وما يزال اسره واحده متماسكه عصيه على الاختراق، تستطيع ترميم جراحها بفضل التعاون والمؤازرة بين أبناء البيت السوري الواحد، وصولا إلى النصر الذي بات قريبا جدا. من السويداء، تلفزيون سما، جمانة حمدان. تفقد محافظ إدلب وحدة تعبئة الغاز في المحافظة بعد أن استهدفتها مجموعة إرهابية مسلحة وألحقت فيها أضرارا كبيرة، وقد أكد المحافظ على وجود الدولة كداعم رئيسي لصمود المواطن. في سياق إرهابهم تجاه الشعب السوري الصامد، لم يبقى أمام مدعي الحرية من حملة الفكر التدميري سوى استهداف أبسط مقومات الحياة لدى المواطن. استهداف المرتزقة لمعمل غاز إدلب لم يضعف عزيمة أهالي إدلب الصامدين رغم ما يعنيه من صعوبات في تأمين المادة، بل على العكس زادهم الأمر صمودا وتصميما على البقاء سدا في وجه من يطلب ذلهم وجوعهم. الدولة السورية موجودة لتعزز صمود المواطن، وزيارة المحافظ لمقر معمل غاز إدلب وتفقد الأضرار للعمل على إصلاحها هو دليل على أن الدولة السورية لن تدع الإرهاب ينتصر مهما كلف الأمر من تضحيات. لابد من القول أننا على أهبة الاستعداد للدفاع عن هذا الوطن، ومطمئن أهلنا في إدلب بأن الأمور تتحسن، وأنه مهما فعلوا هؤلاء المنجمين لن يزيدنا ذلك إلا تصميما على إعادة الأمن والأمان وتقديم كافة الخدمات لأبناء هذه المحافظة الكريمة. لقد تم تكليف مدير محروقات ورئيس قسم الغاز بإعادة إصلاح هذه الكرة والمعمل من أجل إعادة تغذية المحافظة بمادة الغاز، وإن شاء الله قريبا سيتم إعادة العمل بهذا المعمل. عمليات الإصلاح بدأت في وحدة غاز إدلب، وحضور الدولة عبرت عنه قدرتها على تأمين سبل حياة المواطن ولو في حدها الأدنى، دعما لصموده في وجه إرهاب ينتظر اجتثاثه. قام محافظ اللاذقية بجولة ميدانية على مستودع فرع الهلال الأحمر للإعانات الإنسانية للاطلاع على آلية العمل وتفادي المشكلات الواقعة لتوفير متطلبات المواطنين كافة. الحصول على الإعانات والمساعدات الإنسانية يصفها مستحقوها برحلة المعاناة نتيجة اضطرارهم للانتظار ساعات طويلة أمام كوة واحدة. يفتحوا باب هنيك وباب هون، كل واحدة نسواهم على الرجال كتير أفضل. الإعانات الإنسانية حظيت باهتمام محافظ اللاذقية خلال جولة ميدانية اطلع خلالها على آلية التوزيع في مستودع فرع الهلال الأحمر باللاذقية، حيث أوعز بزيادة عدد الكوى لتخفيف المعاناة على الأسر المحتاجة. هذا الموضوع يلقى من لدينا كل الاهتمام، وسنتابعه بحيث يصل الدعم من السلات الغذائية والنظافة وإلى مستحقيها، وإن شاء الله سنتابع. الجولة تضمنت الاطلاع على سير العمل في مديرية المصالح العقارية، حيث وجه المحافظ بتسريع إنجاز معاملات المواطنين وتفعيل الأتمتة، وفي مديرية الاتصالات وجه بزيادة عدد كوى دفع الفواتير. جولات مفاجئة الهدف منها رصد الواقع كما هو لتصويب مكامن الخطأ أينما وجدت. لأخبار السماء، ريما راعي، اللاذقية. في طرطوس تسربت كميات كبيرة من الفيول إلى الشاطئ من خزانات معمل الإسمنت، مما سبب حالة من الاضطراب بين الأهالي نجم عنها شائعات كثيرة تتعلق بالحادثة. بسبب أعمال الصيانة والتعزيل في خزانات الفيول بشركة إسمنت طرطوس، زادت نسبة الفيول في حوض الترسيب وتسربت الكميات عبر شبكة الصرف الصحي ووصلت إلى شاطئ البحري قبالة المدينة العمالي لشركة الإسمنت.
وتجمعت على شكل بحيرة لوثت الحجر والرمال والشاطئ وامتدت لعشرات الأمتار على طول الساحل الموازي لمنطقة التلوث. عند تهريب أي كمية من الفيول من أحد هذه الخزانات هناك في موقع الشركة حوض ترسيب يتم فيه تجميع مياه الأمطار والصرف الصحي وتحويل بقايا الفيول إلى هذا الحوض. عندما تم العمل على البدء بإصلاح هذا الخزان تم تحويل من الخزان الرئيسي إلى الخزان العامل الذي يغذي الأفران كميات من الفيول بشكل دوري. الكميات المتبقية بالخزان المعد للإصلاح هذه تم تحويلها إلى حوض الترسيب. يبدو أن هذه الكمية أكبر من سعة حوض الترسيب. وكما تعلم مادة الفيول عندما تلتقي بالماء انتشارها يتم بسرعة كبيرة. المعالجات مباشرة إغلاق الحوض في الشركة، إغلاق خط تصريف الماء. حاليا بالتنسيق مع مدير المصب سيتم إرسال آلات لشفط هذه الكميات المتراكمة وإعادتها إلى الدارة الإنتاجية. خبراء من مصب النفط بطرطوس والبيئة والمنطقة الساحلية أكدوا على ضرورة الإسراع بالمعالجة والتخفيف من الآثار السلبية على البيئة والبشر باعتبار المنطقة سياحية بامتياز. مادة الفيول مادة سميكة، الموضوع يحتاج إلى جهد عضلي بامتياز. لحتى نشيل بقى هاي بدنا كل واحد يمسك عبوة ويشيل النفط عن الشط ونحطها بخزان آخر. ما بيصير عمليات الشفط صعبة كتير لأنه صاير البقعة بقعة سميكة وبقعة ثقيلة. ثانيا المادة صايرة متغلغلة بين البحث وبين الحجارة، كل بقرة كل هيك منطقة متجمعة فينا نشيلها ونحطها بخزان ناخدها إلى خزان خاص بمادة الفيول تماما. تم حصر وتجميع الكميات في حوض بالقرب من الشاطئ بانتظار أعمال الشفط والترحيل وتعزيل المنطقة بالكامل حرصا على أهمية هذه المنطقة سياحيا واقتصاديا. بلدة حسين البحر لقناة سما هيثم يوسف. رابطة اتحاد شبيبة الثورة في الغوطة الشرقية وفي مدينة جرمانة وبالتعاون مع مجلس المدينة أطلقوا حملة تطوعية تهدف إلى تنظيف الشوارع الرئيسية في المدينة. هذه الحملة تأتي في إطار المعسكر الصيفي الذي تنظمه رابطة الغوطة الشرقية لاتحاد الشبيبة والذي يتضمن دورة دفاع مدني وتمريض ونشاطات وأعمال تطوعية وثقافية وفنية وأخرى رياضية. والهدف من هذا المعسكر حث جيل الشباب الناشئ على العمل التطوعي وتقديم نموذج عن الحالة الوطنية كل حسب اختصاصه وقدراته. وتأتي مبادرة هذه الحملة لتنظيف شوارع المدينة تعبيرا عن وعي الشباب السوري وقدرته على العمل فيما يصب في خدمة الوطن والمجتمع. الحملة هي قامت فيها مجلس مدينة جرمانة بالتعاون مع اتحاد شبيبة الثورة والفعاليات الأهلية والمجتمع الأهلي لحملة نظافة والبيئة. فيها قم بأعمال كثيرة، تنظيف شوارع، فيها فعاليات أخرى، زرع أشجار، زرع ورود. نحن كاتحاد شباب الثورة ورابطة الغوطة الشرقية ضمن فعالياتنا في الفترة الصيفية أقمنا هذا المخيم التطوعي للشريحة المرحلة الثانوية في مدينة جرمانة الذي يضم 200 رفيق ورفيقة. طبعا من ضمن الفعاليات التي نقوم بها بهذا المخيم هي حملات النظافة التي تم تنسيق مع مجلس مدينة جرمانة لإقامة حملة نظافة في شوارع وحدائق مدينة جرمانة. حملة تنظيفية بجرمانة مشان نثبت وجودنا بالمجتمع، أنا نخلي بلدنا بأحسن صورة، وهي أقل شيء يعني نحن بنقدمه. يعني جينا نحن شباب الشبيبة مشان نضيف، كنا بشارع الخضر مشان أثبت لكل العالم اللي برا أنه نحن قد هالمسؤولية. نحن اليوم عندنا حملة نظافة تشمل كل الشارع العام تقريبا بمدينة جرمانة، ونحن حبينا نعمل هاي الحملة لنطلع مدينتنا بأبهى حلة. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 12 لعام 2013 الذي ينص على أن تشمل المكافأة الشهرية التي تمنح لكل من الطلاب الأوائل في شهادة التعليم الأساسي وشهادة الدراسة الثانوية الطلاب الثلاثة الأوائل في القطر من الناجحين في امتحان شهادة الدراسة الإعدادية الشرعية،
والطالب الأول في كل محافظة من الناجحين في امتحان الشهادة الثانوية الشرعية. وينص القانون أيضا على أن يتقاضى مستحقو المكافآت مكافآتهم من موازنة وزارة الأوقاف، كما يجوز أن يجمع الطالب بين مكافأتين عندما يكون قد استحق مكافأة تفوقه في امتحان شهادة الدراسة الإعدادية الشرعية أو شهادة التعليم الأساسي، وعاد فاستحق المكافأة لتفوقه في شهادة الدراسة الثانوية الشرعية أو شهادة الدراسة الثانوية العامة. الحكومة تؤكد أنها لن تسمح لبعض التجار بالتلاعب بالأسواق، وتعلن عن إجراءات جديدة للحد من ارتفاع الأسعار، وتقر مشروع قانون بإعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك من الغرامات المحددة فيه. أكد رئيس الحكومة على ضرورة قيام كل وزارة بحجز طاقات جميع الجهات التابعة لها ومحاسبة كل جهة مقصرة بهدف تقديم أفضل ما يمكن من خدمات ومستلزمات معيشية للمواطن الذي أثبت تفهمه لطبيعة المرحلة والتحديات التي تواجهها سوريا. وشدد رئيس الحكومة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والمسلكية بحق كل جهة أو مسؤول أو عامل لا يقوم بأداء عمله بالشكل المناسب، سواء بالإعفاء أو الصرف من الخدمة. وفي الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لاتخاذ إجراءات جديدة للحد من ارتفاع الأسعار، أكد الحلقي أن الحكومة لن تسمح لبعض التجار باستغلال الزيادة التي حصلت على رواتب العاملين في الدولة، وستحاسب كل متلاعب بالأسعار من خلال تفعيل الرقابة التموينية على الأسواق، لافتا إلى تجهيز الحكومة لقوافل أمداد غذائية واستهلاكية تلبي احتياجات كافة المحافظات السورية. هذه التوجهات بدأناها منذ فترة قريبة بمنع تصدير كل الخضروات إلى الدول المجاورة، وفي حين كنا سابقا نشجع على هذا التصدير إلا أننا الآن بسبب الظروف التي نحن فيها منعنا تصديرها لكي تقدم إلى مجتمعنا بأقل مستوى ممكن من الأسعار. وهذا القرار جاء مكملا لدعم الرقابة التموينية في المجتمع. يضاف إلى هذا القرار قرار آخر قد يصدر اليوم أو غدا على سبيل التوقع إن لم يكن قد صدر فعلا، وهو منع المسافرين من اصطحاب كمية من المواد الغذائية والتي تؤدي إلى استنزاف ما يجب أن يستهلك محليا إلى الدول المجاورة. النقطة الأخيرة التي أود أن أشير إليها في هذا اللقاء أيضا هي أن الحكومة جادة في استيراد كمية لا بأس بها من المواد الغذائية الأساسية، وهذه سيتم استيرادها بسعر مخفف للعملة الصعبة التي نستورد بها، وستقدم أيضا بدون هوامش ربحية. نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أشار إلى الحراك السياسي الذي يحصل في المنطقة والعالم، معتبرا أنه سينعكس إيجابا على الوضع الداخلي في سوريا، مثمنا انتصارات جيشنا الباسل وقوى الأمن الداخلي في مختلف المناطق والتي ستعزز تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة على الأرض السورية وبإرادة السوريين. وقدم وزير الكهرباء المهندس عماد خميس عرضا لواقع الطاقة الكهربائية والانقطاعات التي حصلت الأسبوع الماضي في المنطقة الجنوبية بسبب استهداف المجموعات الإرهابية لخطوط نقل الطاقة وخروج عنفات التوليد عن العمل، مؤكدا أن إرادة وإمكانيات وطاقات الوزارة جاهزة ومستعدة لمواجهة كافة التحديات. وأقرت الحكومة مشروع قانون بإعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك من الغرامات المحددة فيه شريطة تسديد ما يتوجب من رسوم جمركية وفق معدلاتها الواجبة بتاريخ المخالفة مع فوائدها القانونية حتى تاريخ التسوية. كما وافقت الحكومة على اقتراح وزارة النقل بزيادة إجور النقل للفلاحين والمنتجين لدى محافظات الحسكة والرقة ودير الزور الذين يوردون أقماحهم إلى فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بدمشق.
أكد رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام إصرار الشعب السوري على الانتصار في مواجهته لمشاريع الإمبريالية والصهيونية العالمية الرامية للنيل من سيادة واستقلال سوريا. وأشار اللحام خلال لقائه ساول أورتيغا عضو الجمعية الوطنية الفنزويلية إلى ضرورة توحيد مواقف البلدين في المحافل الدولية في مواجهة مشاريع الهيمنة والاستعمار، مشددا على نفاق الدول التي تمول الإرهاب في سوريا بالمال والسلاح بذريعة نشر الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وهي لا تمتلك دساتير وطنية. من جهته أكد أورتيغا دعم فنزويلا للشعب السوري في نضاله ضد قوى الاستعمار والإمبريالية العالمية بهدف الحفاظ على استقلال دولته وضمان سيادتها الوطنية، مؤكدا أن انتصار سوريا في معركتها أمر مهم لفنزويلا ومعظم دول أمريكا اللاتينية لكونه سيساهم في الحد من تطلعات الدول الاستعمارية الراغبة باستمرار هيمنتها على العالم ويرسم معالم الجغرافيا السياسية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مفتاح عقد المؤتمر الدولي حول سوريا يكمن الآن بجمع المعارضة السورية وتوحيدها. أضاف لافروف في تصريحات بعد لقائه على هامش قمة آسيان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن شركاءنا في واشنطن يعترفون بذلك. بدوره أكد كيري التزام الولايات المتحدة وروسيا بعقد المؤتمر الدولي حول سوريا مرجحا عقده بعد آب المقبل. وأضاف كيري أنه تم خلال لقائه لافروف تضييق الخيارات فيما يتعلق بانعقاد المؤتمر الدولي حول سوريا، وأن الجانبين اتفقا على ضرورة تحقيق ذلك عاجلا وليس آجلا. من جهته أعلن ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط أن المؤتمر الدولي حول سوريا لن يعقد قبل الخريف المقبل، معتبرا أن من الواجب عقده منذ عام. وأشار بوغدانوف إلى أن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لعقد المؤتمر هو استعداد المعارضة، مشيرا إلى أن عدم استعدادها يعتبر العائق الرئيسي الذي يحول دون تحديد الموعد. رئيس الوزراء العراقي نوري الملكي أكد دعم بلاده عقد المؤتمر الدولي حول سوريا في جنيف وتسوية الأزمة فيها عبر الحوار، مبديا استعداد بلاده للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر. وشدد الملكي في حديث للصحفيين في موسكو على ضرورة تسوية الأزمة في سوريا عبر طاولة الحوار، مؤكدا أن الشعب السوري هو فقط المخول الوحيد بذلك ولا يمكن لأحد من الخارج أن يملي عليه أي شيء. وحذر المالكي من أن يؤدي فشل المجتمع الدولي في حل الأزمة بشكل جدي إلى نزاع إقليمي وحتى عالمي. وأضاف المالكي أنه إذا لم تتمكن روسيا والولايات المتحدة من التوصل إلى موقف موحد بشأن المشاركين في المؤتمر سيكون من الصعب جدا الدعوة إلى عقده وحل الأزمة في سوريا. ميتشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، المنتدى السوري الأمريكي ينظم مسيرة تضامنية مع سوريا وجيشها في مواجهة الإرهاب الذي تتعرض له والمدعوم أمريكيا الممول خليجيا. واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. في عقر دار التآمر على سوريا السوريون يصرخون في وجه ممولي الإرهاب وداعميه ومن يغطيه سياسيا. المئات من السوريين في شوارع ميتشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية يخرجون في مسيرة نظمها المنتدى السوري الأمريكي للتضامن مع الوطن الأم سوريا. وللتأكيد على رفض التدخل العسكري فيها داعين لعدم تسليح الإرهابيين، لأن ما يحصل في سوريا حرب تدعمها الولايات المتحدة وتمول من السعودية وقطر وتركيا، ويوظف لتنفيذها إرهابيون مرتزقة من جنسيات أجنبية، مؤكدين أن الجيش العربي السوري سيسحق هؤلاء المرتزقة تحت أقدامه وسيصنع نصرا جديدا. وأكد المشاركون أن دعم العصابات المسلحة هو ليس إلا مزيد من القتل والدمار، وأن الحوار هو الخيار الوحيد لأجل سوريا المستقبل. أخواتي وأخواتي، نجتمع هنا اليوم لنقول آلاف اللاءات، لا للتدخل الخارجي، لا للإرهاب، لا لتسليح ما يسمى بالمعارضة، لا لتسليح ما يسمى بالمعارضة، لا للتكفيريين.
هم السوريون في جهات الأرض الأربع، وطنهم الأم سوريا التي ستبقى بلد الحضارة بوعي شعبها وقوة جيشها. الصحفي الأمريكي بن سوان يكشف ما لم تكشفه وسائل الإعلام الأمريكية عما يجري في سوريا للرأي العام الأمريكي، ويؤكد أن نحو 80% من الأمريكيين يرفضون تسليح المعارضة المسلحة في سوريا. ما تعمد بعض وسائل الإعلام الأمريكية إخفاءه عن الرأي العام الأمريكي عن سابق قصد وإصرار حول حقيقة ما يجري في سوريا تقابله أصوات ومنابر إعلامية أخرى توجهت إلى الفئة المضلل بها من الأمريكيين في رسالة توعية تكشف الحقائق قبل أي شيء آخر. الصحفي الأمريكي بن سوان بدأ رسالته بلمحة عامة عن المساعدات التي تقدمها الحكومة الأمريكية للإرهابيين في سوريا، فكانت اللمحة كالتالي: The reality here, the United States has already provided millions in financial help to the FSA or the Free Syrian Army. We've also provided non-lethal assistance to the FSA, satellite radios as well as body armor. وبحسب سوان فإن هذه المساعدات الأمريكية تقع في أيدي جماعات متطرفة تابعة لجبهة النصرة الإرهابية التي تسيطر على مقاتلي المعارضة السورية. In short time, the people fighting that war against the government became not Syrian citizens, but jihadists. What is happening in Syria today should have the attention of every American, and evidence of it is not hard to find. All over YouTube are videos posted by members of the Free Syrian Army or al-Nusra Front demonstrating what they are doing now and what they will do in Syria once they have control. سيطرة جبهة النصرة وهي جناح القاعدة الإرهابي في سوريا على مقاتلي المعارضة وارتكابهم لأبشع عمليات القتل ضد المدنيين الأبرياء على أساس طائفي كانت النتيجة التي أرادها سوان أن يصل إليها مخاطبا الشعب الأمريكي وحكومته بما يلي: What you need to know is that what is happening in Syria is an enormous problem for the United States. Al-Qaeda in Iraq has publicly stated that their goal is to create an Al-Qaeda super state comprised of Iraq and Syria. By funding these so-called rebels, the U.S. government is handing Al-Qaeda the keys to that super state. النبرة ذاتها رددها وزير الخارجية الفرنسي الأسبق رولان دوما الذي كشف عن وجود مخطط غربي وضعته دول غربية عدة لإسقاط الحكومة السورية. السياسة الغربية تجاه سوريا ليست سياسة سلام وإنما سياسة حرب، وأنا ضد الحرب. فالحل السلمي لا يكون بترك الناس يتقاتلون، وإرسال الأسلحة لن يسمح أبدا بحل المشاكل في سوريا. في العراق دمرت القوات المسلحة العراقية 3 مقرات صحراوية لتنظيم القاعدة الإرهابي قرب الحدود السورية، وقضت على 2 من متزعميه البارزين، واعتقلت 130 إرهابيا، وضبطت معملين لتفخيخ السيارات ومخبأ للأسلحة والمتفجرات. لليوم الثاني على التوالي تواصل القوات المسلحة العراقية توجيه ضربات قاسمة لتنظيم القاعدة الإرهابي، ففي عملية واسعة النطاق في الصحراء الغربية المتاخمة للحدود السورية تمكنت قيادة عمليات الأنبار من تدمير 3 مقرات صحراوية لتنظيم القاعدة وخزانين كبيرين للوقود وورشة لتصليح السيارات وقتل جميع من فيها. وبينما تمكنت قيادة عمليات دجلة من قتل قياديين بارزين في تنظيم القاعدة واعتقال 21 من عناصره في عملية واسعة في وادي العظيم، استطاعت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين من اعتقال 89 إرهابيا وضبط معمل لتفخيخ السيارات في منطقة الشرقاط والصينية. وفي بغداد تمكنت الفرقة 17 من اعتقال خلية إرهابية مكونة من 17 عنصرا كانت قد نفذت بالأمس جريمة إعدام 12 مواطنا مدنيا عراقيا، كما ضبطت معملا لتفخيخ السيارات ومخبأ ضم أعدادا كبيرة من العبوات الناسفة والصواريخ المختلفة. نطالب وزارة الدفاع
الجهات المسؤولة الجهات الأمنية تتابع هؤلاء. هؤلاء جاءوا من أجل زعزعة الوضع داخل العراق، من أجل القضاء على العملية السياسية، تغيير الحاصل بالعراق. هؤلاء لا يريدون أن يعيش العراق مستقرا، لا يريدون العملية السياسية، لا يريدون الحالة الديمقراطية التي تمر بها العراق ولا لكل الدول. ولهذا بعثوا بمخربين وبأولئك الذين يسمون بالمجاهدين من أجل قتل أبناء الشعب العراقي. وفي كركوك اعتقلت الفرقة 12 أربعة إرهابيين متورطين في تفجير الأنابيب النفطية كانوا قد فروا هربا من ملاحقة القوات الأمنية إلى إحدى القرى في جنوب كركوك. نادي العبيدي، التلفزيون العربي السوري، بغداد. ونبقى في العراق، حيث استشهد 35 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في سلسلة انفجارات إرهابية متزامنة هزت العاصمة بغداد وفق مصادر أمنية وطبية. هذه الانفجارات الإرهابية نتجت عن سيارات مفخخة وقعت عصرا في أحياء الدورة والشباب والشولة والكمالية في العاصمة. وأمس استشهد 45 شخصا على الأقل في هجمات استهدفت مواطنين في محافظة ديالة إلى الشمال من بغداد. استبعد أمير قطر الجديد رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم من رئاسة صندوق الاستثمار السيادي القطري. وفق القرار الأميري يتولى أمير قطر بنفسه رئاسة هذا الصندوق، وعهد إلى أخيه غير الشقيق الشيخ عبد الله بمنصب نائب الرئيس. لم يعد لمرسي موطئ قدم في قصر القبة أو قصر الاتحادية وربما في مصر كلها، إذ كيف يمكن له أن يواجه شعبه وقد استمرت الحشود الشعبية بالاعتصام في ميادين وساحات مصر احتجاجا على ممارسات الإخوان المسلمين وللمطالبة برحيله. مرسي الذي قضى وقتا طويلا في سنة حكمه الأولى والأخيرة على ما يبدو يسهر لنجدة الشعب السوري وتحقيق تطلعاته بالحرية والرخاء، يحتاج إلى من يسهر لأجله فينقذ ما تبقى من ماء وجهه بعد أن سفحه وكتب نهاية حكمه بيده ويد إخوانه. مرسي يتجاهل مطالب شعبه ويرفض بيان القوات المسلحة الذي أنذره بتدخل الجيش، والوزراء يستقيلون زرافات ووحدانا وليس أخيرهم وزير الخارجية. محمد مرسي، ألم تسمع قول الشاب إذا الشعب يوما أراد الحياة؟ الحشود الشعبية المصرية تستمر بالاعتصام في ميادين وساحات مصر احتجاجا على ممارسات الإخوان المسلمين وللمطالبة برحيل محمد مرسي. ومصادر إعلامية تؤكد أن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل وضع استقالته تحت تصرف مرسي لتتوالى الأنباء. استقالة علاء الدين الحديدي المتحدث باسم الحكومة. وزير الخارجية المصري محمد كامل عمر قدم استقالته من منصبه لينضم إلى قافلة الوزراء المستقيلين من الحكومة المصرية. عدد من الوزراء قدموا استقالاتهم تضامنا ودعما لمطالب الجماهير المصرية المحتشدة في الميادين. الوزراء المصريون المستقيلون هم وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية، ووزير الدولة للشؤون البيئية، ووزير السياحة، ووزير الاتصالات، ووزير المرافق. استقالة 5 وزراء جدد في الحكومة المصرية في وقت لاحق. مصر قررت ولن تتراجع عن قرارها، وقرارها خلع مرسي والإخوان. ثورة ثانية في ربوع الكنانة، خرج الملايين إلى الشوارع مطالبين بحياة جديدة ومستقبل جديد، وامتلأت ميادين مصر في مشهد تاريخي يضاف إلى ثورة 25 من يناير. ففي يوم 30 يونيو خرج شباب مصر يصحح المسار ويعيد الشعب مرة أخرى إلى ثورته. لا زالت الأحداث تتلاحق في مصر، فالجيش المصري أعطى القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب، وفي حال انتهائها ستتقدم القوات المسلحة بخارطة طريق جديدة للشعب. إن القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب وتمهل الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن، الذي لن يتسامح أو يغفر لأي قوى
تقصر في تحمل مسؤولياتها. على الفور رحب متظاهرون معارضون للرئيس محمد مرسي بالبيان، واعتبروه لكمة قوية وجهتها القوات المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين والحرية والعدالة. زهقنا، عايزين حد يمشي البلد صح، مش عايزين ناس مش فاهمة حاجة ولا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في التعليم. أما جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة في مصر فرفضت أي حوار مع مرسي، في حين تحدثت وسائل إعلام عن استقالة وزير الخارجية محمد كامل عمر، بينما طالب حزب النور السلفي الرئيس بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وكان 5 وزراء في حكومة رئيس وزراء مصر هشام قنديل قد قدموا استقالتهم من مناصبهم الوزارية احتجاجا على طريقة التعاطي مع الأزمة السياسية الحالية في البلاد. وفي خطوة تصعيدية للمطالبة برحيل مرسي، أغلق عدد من المعتصمين في الميدان مجمع التحرير الحكومي الضخم الذي يضم مئات المكاتب الحكومية من قطاعات مختلفة، قتلى بالعشرات وجرحى بالمئات، ولا زال الشعب المصري صامد حتى تحقيق مطالبه بالعيش الحر. مصدر أمني مصري مسؤول يؤكد أن قوات الأمن المركزي تعمل حاليا على تجهيز مركبات مدرعة ومجموعات قتالية بمختلف القطاعات لسرعة التدخل. وقال المصدر أن هذه المركبات والمجموعات القتالية ستكون جاهزة في حال وقوع أي اعتداءات على المتظاهرين أو حدوث اشتباكات. هذا ويواصل مرسي تجاهل مطالب شعبه ويرفض بيان القوات المسلحة الذي أنذره بتدخل الجيش إذا لم تتحقق مطالب الشعب. وقال بيان الرئاسة المصرية إن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه، وأن الرئاسة قالت إن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب. فجر بيان الجيش المصري الذي فرض حلا للأزمة المتفاقمة في ميادين مصر خلال 48 ساعة غضبا عارما في الشارع الإخواني المؤيد لمرسي، فقد اعتبرته الجماعة تحذيرا معلنا لطرف المعارضة واصطفافا في خندق ضد الآخر حسب تعبيرهم. فعلى الفور أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية خلال مؤتمر صحفي أعد على عجل رفضه لبيان الجيش المصري الذي اعتبره انقلابا على الشرعية، معلنا أنه في حالة انعقاد دائم لمناقشة الأوضاع في البلد. يؤكد التحالف أن الثورة المصرية العظيمة مستمرة حتى في كل ميادين مصر وربوعها حتى تتحقق أهدافها. إلا أن الموقف الأكثر وضوحا للإخوان من الجيش كان ذاك الذي صدر عن القيادي في حزب الحرية والعدالة ياسر حمزة، الذي قال إن الجميع يرفضون بيان القوات المسلحة وإن الحلول ستكون في إطار الدستور، مضيفا أن عصر الانقلابات العسكرية انتهى ولن تستطيع قوة في مصر أن تغامر بمستقبل البلد حسب تعبيره. بيانات المدير السيسي النهاردة يعني فيها جزء أولا او الحشد الشعبي اللي موجود في ميدان رابعة وموجود في محافظات اخرى لم يشر اليه الاعلام، فضلا عن حشد كبير سيكون في كل المحافظات وفي كل المراكز بعد هذا مؤيد للشرعية. تصريحات إخوانية اضطرت الجيش لإصدار بيان رفض فيه اتهامه بأنه ينفذ انقلابا، مشددا على أنه يستجيب لنبض الشارع وغرضه دفع الأطراف السياسية إلى حل الأزمة. على الأرض يستعد مؤيدو مرسي للخروج في تظاهرات أمام استاد المنصورة والجامعة في مدينة الإسكندرية مع استمرار احتلالهم ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر، فيما سجلت اشتباكات بالحجارة والخرطوش بين معارضين ومؤيدين للرئيس مرسي في كل من السويس والإسماعيلية وقنا و6 أكتوبر بالجيزة، وأصيب خلالها 54 شخصا حسب بيان وزارة الصحة. إذن هي المواجهة كما اختارها الإخوان المتمسكون بشرعية الصندوق كما يقولون، متناسين أن عاما من حكم مرسي كشف الوجه الحقيقي للجماعة التي تصرفت وكأنها وصية على مصر ومارست أقصى أنواع الإقصاء، فيما ستكشف الساعات المتبقية من مهلة الجيش مصير الصدام المتوقع والذي قد يكون له عواقب وخيمة على الجميع ما لم يتم حسم الأمور بالطرق السياسية حسب مراقبين.
كلما أمطرت في مكان ما على الأرض من أرض العرب ترفع إسرائيل والولايات المتحدة المظلة. الرئاسة المصرية تقول إن مرسي تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن التطورات الأخيرة في مصر، وأن وجهتي نظر مرسي وأوباما تطابقتا حول أهمية سلمية التظاهرات واستنكار الجميع لأي مشاهد عنف أو اعتداء على المواطنين وخاصة النساء. وقالت الرئاسة المصرية إن أوباما أكد أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع القيادة المصرية المنتخبة من الشعب المصري وتدعم التحول الديمقراطي السلمي. وفيما مصر تقول كلمتها في وجه الظلاميين، تل أبيب بدت قلقة حيث تصدرت الأحداث في مصر أقوال وتحليلات الصحف الإسرائيلية. صحيفة يدعوت أحرانوت عنونت أن الجيش يتدخل وإنذار لمرسي، لديك 48 ساعة وإنذار 48 ساعة، والشعب المصري والجيش يحددان قواعد لعب جديدة. معاريف ذهبت أبعد من ذلك فقالت إن مصر على شفا انقلاب وأن الجيش المصري يقف إلى جانب المتظاهرين وضد مرسي، وحذرت من أن الثورة ضد مرسي بدأت منذ الآن. هأريتس لم تكن بعيدة عن ذلك فقالت إن الجيش يطرح إنذارا لمرسي، معتبرة إنذار الجيش انتقام الجنرالات من الرئيس على ما سمته تطهير قيادة الجيش. ووصفت صحيفة إسرائيل اليوم بيان الجيش والمهلة التي حددها للرئيس إنذارا، معتبرة أن مرسي فقد الجيش.